لا 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 لي لا لا اخ يا دوب تعبنا والله، كان مشوار عن جد عن جد بجنن. يا سلام والعده والحضراب، وانا اللي اجي من هون وانا من غاط. يا سلام يا سلام. صباح. نعم. كأني سمعت صوت. كأنك سمعت صوت. هسمع صوتي. صوت نفسه ده هو. جد صوت حلو بجنن. ايش قلت انت؟ هات صوتي يا عمو صابر. ما انت كل يوم لما تكون تغني شيء كنا ثاني يوم نصبح ونروح على الدكتور نتفضل. الدكتور انت بتفهم شو بدي احكي؟ عن جد ساده، كل ما كنت تغني لما تعمل لي فيها صوت حلو عمل لي فيها، ثاني يوم على الدكتور وبقول له دنياكم مبصر ماله. والله دنياكم مبصر ماله. اسمع اسمع اسمع. يا سلام. بتعرفوا ايش هذا الصوت يا اولاد؟ لا. هذا صوت البلبل. من البلبلات؟ هذا نوع من انواع الطيور. أوه. اسمه البلبل، لانه انت بتعرفه كل الطيور في عندها اصوات جميله حلوه، مثل الكروان، مثل كثير كثير حلوه، بس صوت البلبل كثير كثير جميل ورائع. عمو صابر ما بعرف اسوي زيه. اسكت يا حسن الشاطر، سمعنا هلا منطربين مع البلبل، بلبل الكروان. بس ليش انت هيك؟ انا فنان وانا بعرف اسوي كل اصوات العصافير، هم بيخلوا الواحد عنده راحه البال وهلا تشوف كيف؟ عن جد تعرف تقلد كل العصافير؟ كله صوتي حلو كمان. يلا ورجينا يا فضحة. بتصبحوش الصبح عند الدكتور، هلا بتشوف كيف؟ لحظة لحظة لحظة. نعم. يعني تقول لي أنت يا شاطر حسن، إذا بتعرف تقلد كل الأصوات هاي الحلوة الممتعة اللي إحنا بنسمعها بالطبيعة. أنا فنان قلت لك. بس بحبش أحكي كثير عن نفسي. بس ما الله عليك، يعني كثير انت متواضع 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 كثير على صوتي الحلو الجميل. ما شاء الله يا سلام. بدك تسمع؟ طيب يلا ورجينا يا فضحى. شو ورجينا؟ بلاش 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 هم 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 بلاش. اسمع اسمع. لا يا عمو صابر اقعد اقعد اسمع صوتي الجميل جدا. احكي لها لا لا ادم احكي لها ادم. عمو صابر اقعد دينك مش رح يوجعوك. اسمع اسمع. خليني انا يعني عندي وجع بطن باجري، خليني اروح احسن. وجع بطن باجريك يا علي؟ كيف هذا الشيء؟ طيب انت اسمعني. يلا. شوف الفن. بلش اسمع. بلش يا عمي. بدك تسمع يا ادم؟ بلش يا فنان. أحم. ايش بتسوي احم احم؟ بحمي بصوتي. ايوه ايوه عشان السلوك الاوتريه. اسمع سمعنا. كنت بسوي لك صوت البلبل. ماله وقف. كوكوريكو 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 كوكوريكو. يا سلام. الله الله. حسن الشاطر فيش احلى من صوته. فنان فنان. اسمع كمان هاي. ايوه كمان واحده. هم 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 صوت الكروان. يلا لا 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 لا. عن جد انك فنان. شكرا يا ابو صابر. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. شكرا شكرا. لا لا فنان. قلت لك اني بحبش احكي كثير عن نفسي. لا اما صوتي واو حكي فاضي. لا يعني اسمع. نعم. انت اصلا مكانك مش هون. انا بعرف وين انت مكانك. لازم اصلك على القمر وما ترجعش. ليش؟ هذا صوت بلبل. صوت بلبل. هذا صوت صوت دجاجه مقلش اللوط واصل لاخر البلد. سيبوني منكم يا عمو صابر. لا واثق من نفسك. واثق من نفسي كثير كمان. اسمع اسمع اسمع. دجاج عياني. انا مكاني مش معكم، مكاني اكبر منكم بكثير. انا فنان، انا حسن الشاطر. وصوتي صوت زي البلبل. كل صوت عمو صابر باي. شو اللي باي؟ حسن انا مش من مقامكم، انا اكبر منكم. فهمت شيء؟ صدق حاله. شكله هذا عن جد صدق حاله. بقول لك احم احم هذا اللي ضايل علينا. عن جد لازم بكره نسوي عمليات بدنينا واجرينا من وراه. هالصوت البلبل. يا اولاد هذا صوت الحسن فنان اسم الله عليه. قولوا لي وانتم كمان بتعرفوا اصوات طيور؟ ايوه اللي بيعرف صوت طيور ايوه اكتب لنا بالتعليق اي صوت طيور واي طير بتحبوه كثير كثير كثير. ايوه اكتب بالتعليقات. ادم انا بسوي لك صوت ال صوت الثعلب النائم. بدك بدك تسوي؟ ايوه شوي. واحد اثنين ثلاثة. شاطر حسن قال له يسقف له، انا ولا حد سقف لي.
حسن سيد حسن هدف وين رايحوا؟ وانا كمان فنان انا عم طابر انا جيت لهون يا ولدي حلوين بحبه كثير اكبسوا سبسكرايب ايوه وعلى الجرس كمان وعلى الدائره لاخر الفيديوهات بحبكم الى اللقاء مصادر برسم على الضفاطر لولاك بيحبوني وبينادوني شاطر بحب اكل محشي